بالعودة إلى ملف الأنواء الجوية، ينضم معنا مراسلي وان نيوز كل من مهدي غريب من العاصمة بغداد وحسين العوادي من بابل ونور السعيدي من ذي قار. أبدأ من العاصمة بغداد ومعك مهدي، صف لي واقع حال العاصمة حاليا وما هي إجراءات مجلس المحافظة والمحافظ أيضا للتعامل مع تداعيات تساقط الأمطار، وأيضا هل هناك غرق للشوارع عندك؟ تفضل. نعم هاجر، يعني أمطار متوسطة إلى قوية بدأت منذ أكثر من 3 إلى 4 ساعات في العاصمة بغداد، يعني أغلب المناطق الحلقية في العاصمة بغداد التي لم يصل إليها التبليط فهي بالتالي غرقت بشكل كبير بالأمطار، كانت أمطار كبيرة، يعني نقصد عن المناطق الحلقية والمناطق التي لم تصل إليها الخدمات والتي لم تكن أساسا هي مخدومة، وبالتالي يعني خرجت عن نظام العمل نهائيا، لا يوجد هنالك شبكات تصريف مياه ولا يوجد هنالك شبكات لتصريف المجاري، فبالتالي العمل رديء جدا. نعم. جميع المناطق فهي تعاني يعني من تكدسات مائيه ومن كتل مائيه كبيره، اغلب المناطق اغلب المحافظات اعطت يعني عطله رسميه، العاصمه بغداد ايضا حسب كلام في الجروبات وحتى الصحفيين والمدونين يطالبون ايضا بعطله رسميه، يعني اغلب المناطق هي خرجت وحتى التقاطعات الرئيسة في العاصمة بغداد خرجت عن نطاقها نهائيا بسبب الأمطار الغزيرة وبسبب لا يوجد هنالك أي مسالك للمناطق أو المناطق التي كانت فيها أمطار كبيرة، حتى التقاطعات الموجودة في العاصمة بغداد ناهيك عن المناطق التي لم تصل إليها الخدمات الرئيسية وشبكات الصرف الصحي. نعم، إلى ذي قار ولك نور، يعني نور حدثني يعني كيف بدأت الشوارع بسبب تقلبات الطقس وما الذي ستقوم به الحكومة المحلية بهذا الخصوص؟ تفضل. هاجر والزملاء المراسلين ومشاهدي ومن يوز، طبعا بعد يعني قبل عفوا اقل من ساعه يعني كان هناك يعني عواصف لكن ليست بشديده في محافظه ذي قار، الان يعني بدات تساقط هطول الامطار بشكل كبير داخل محافظه ذي قار، كان قبلها في قضاء الفجر وقضاء الرفاعي، والان يعني تساقط كبير في هذه الامطار في محافظه ذي قار، هناك استعدادات كبيره تبذلها مديرية مجاري محافظة ذي قار منذ يعني أيام ولغاية هذه اللحظة، هناك أكثر من 12 إلى 15 فريق من تابع إلى مديرية مجاري ذي قار، يعني بدأ بالانتشار في الشوارع في المحافظة، مجلس محافظة ذي قار قرر قبل ساعة من الآن بإعطاء عطلة رسمية لكافة المدارس والدوائر الحكومية كذلك الدوائر الخدمية بنسبة 50%. هناك يعني فقط الجامعات سيكون يوم غد دوام. مصدر داخل مجلس محافظة ذي قار رجح ان تكون ترتد هذه العطله الى يوم الاربعاء في حال استمرت هذه الاجواء داخل المحافظه. نعم زميلي. نعم، الى بابل ولك حسين، ما هي الاوضاع الان في المحافظه وهل يعني سيتم تعطيل الدوام الرسمي بسبب هطول الامطار الغزيره عليها؟ تفضل. نعم هاجر، يعني منذ ساعات وبابل تشهد أمطار غزيرة في عموم المحافظة، وهذه الأمطار أدت إلى غرق معظم الشوارع في المحافظة. على أثر غرق الشوارع مجلس محافظة بابل قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد، يعني حقيقة كما تشاهدين من خلفي الصورة واضحة، يعني معظم الشوارع قد غرقت وهذا أحد الشوارع الذي فيه دور سكنية، لكن يعني فيه موظفين وفيه يعني حتى تلاميذ لا يستطيعون الذهاب الى الدوام يوم غد، لذا مجلس المحافظه قرر تعطيل، وهذا الشارع هو يعني كما تشاهدين هو اساسا ببقيه الشوارع الاخرى في المحافظه، ويدل بان هناك نقص حاد في الخدمات على مستوى محافظه بابل وتردي واضح في الخدمات، هذا التردي ادى الى تظاهرات حاشده في بابل منذ فترات، ولكن المحافظه ومجلس المحافظه لم يستمعوا لأصوات المتظاهرين مما أدى إلى تردي الواقع القدمي بشكل كبير، لذا مجلس المحافظة قرر تعطيل الدوام الرسمي اليوم غد، وحتى هناك جهود يعني بذلت من قبل الدفاع المدني لسحب مياه الأمطار، كون هذه الشوارع هي تفتقد إلى يعني مجاري وإلى يعني هذه المجاري تصرف مياه الأمطار، ولربما سوف تستمر هذه الأمطار إلى صباح يوم غد وإلى ممكن حتى بعد الغد.
نعم، شبكة مراسلي وان نيوز من باب الحسين العوادي ومن ذي قار نور السعيدي ومن العاصمة بغداد مهدي غريب، شكرا جزيلا لكم.